الامور وان شاء الله خير، ومنتظرين الزوار تجينا منتظرينهم، والخدمه موجوده وكادر موجود وخير. نعمه نعمه الله سبحانه وتعالى مطينا نعمه. كباب صمون جايبين تقريبا بحدود 5000، ثلج جايبين، نعمه نعمه الحمد لله. والله ان شاء الله يديم النعمه ويديم لاخواننا ان شاء الله، والله يستر عليهم ويحفظهم ان شاء الله. اليوم هذه الليله ليله اربعينيه الامام الحسين عليه السلام، حيث تتوجه جماهير البصره وشيعه اهل البيت الى زياره مرقد، مكان مقدس في البصره الا وهو مقام امير المؤمنين عليه السلام، له خصوصية في نفوس البصريين. تتوجه الآلاف، مئات الآلاف، وسوف تشاهدون الأعداد وتصورون الأعداد التي تتوافد إلى مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في الزبير، لكي تعزي أمير المؤمنين عليه السلام بهذا المصاب. وحيث نصبت المواكب الحسينية مئات المواكب، بدءا من ساحة السعد ووصولا إلى الزبير، وبمختلف الطرق لكي تقدم الخدمات من الطعام والشراب وكل ما يحتاجه الزائر في زيارة الإمام الحسين عليه السلام. هاي الزيارة يعني بعد إحنا مثل ما تقول مستمرين عليها، وكل سنة نعيدها ونتقبل إن شاء الله، الله يتقبل من عندنا هذا الغليل. نمشي بالليل، أولا الصبح ازدحامات، مشاية هواي، فاحنا نستغل الوضع بالليل لهذا السبب. مواكب وموجود اكل شرب، يعني اي شيء، كل شيء متوفر. السلام عليك يا ابا سيدي يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين وعلى ال بيتك الاطهار. بالنسبه لخدمه الامام الحسين، هذه السنه 15 ان شاء الله احنا بخدمه الحسين. بدا الموكب من صغير الى ما توسع ما شاء الله، وتشوفها الحال لخدمه الحسين. مهما نعمل، مهما نفعل، مهما نقدم، فهو قليل بحق أبو عبد الله الحسين. والله احنا ان شاء الله كل سنه نصب هاي المواكب لهذه الزوار ولهذه الخدمه، نجي بايام الخطوه بايام الاربعينيه على هاي الناس الماشيه، ان شاء الله احنا على طريق الخطوه. هذا شارع الزبير، ان شاء الله عندنا موكب هنا وعندنا موكب ثاني لقدام، لهاي الوادي بتتوجه تواسي امير المؤمنين علي بن ابي طالب باستشهاد ابن الحسين ابا عبد الله، فنصب لنا موكب ونوزع المقسوم الماي، نوزع الشربت، نوزع هذا ان شاء الله القاسمه الله لهاي الناس اللي تمشي. شويه تغيرت وضعيه الزوار، قامت تطلع ورا صلاه المغرب على مود شويه على البراد، والناس تمشي من ورا صلاه المغرب لحد الصبح. احنا باقين من هنا لحد باكر الزياره ان شاء الله، الساعه 12 صلاه الظهر نصب الغداء وان شاء الله نلم المواكب بخدمه هاي الوادم ان شاء الله. نجي نخدم المشايه باجر الامام الحسين. صارت كم سنه؟ والله هاي اول سنه ان شاء الله، ومن هسه وصر اطول بعد ان شاء الله. وبعد احنا ولد عمو واخوان على مود بعد الزوار الامام الحسين.